تو من تو راكد عجبتك حالتك وقت ايش باش تقعدك؟ شبيني حالتي؟ اني راك شبيني بالروح. ليك شبينك بالروح؟ كل ليلة مش تقعدك؟ كيفاش هك؟ كيفاش هك؟ كل ليلة تخمم وداخل بعضك وياسر داخل بعضك، فاش تخمم؟ شني مشكلتك؟ شبيك؟ جمت الشمس يوم نحط راسي على المخدة تفكر ذاك الليل العباد دايرة بي وغرا عشت تفكرها تصوير تبعته ماما مش غرقين في الهمة صوت سمير توفوذ بعد ايامات من خرجت من كوما قالولي بكون ماتوا بأكسيدون هزوني دار الأيتام تلاو بي لين كبرت ذاك نكون ما نكبر حكاية تكبر معاك قعدت غادي شوية بعدها في الدين خرجت مشيت نلوش على خدمة بعد اعترفت عليك انت صحيح ما تو لازمك تقف في روحك وتنسى أول حاجة تنساها هي هذا البوس ننساها باش قولك نكلمو جماعة انا نخرج ونبدل شوية جماعة كلمهم دا نخرج Te llama, tú eres la luz de mi primavera, ay, 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 tú no ves, ay, mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna, ay, bonito, papito, mi alma te llama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma te llama. ماكش ناوي تعرفنا على الموجيرة؟ هذه لا موجيرة لا شيء راهو شبيك نعرفها من قبل من ايام الطفولة. طفولة لا لا مراجل مراجل صحابك توا صحاب جو مزيد ما شفت شيء انت يا
كيفاش هاو الولاد وفايت باش نروحوا راه هاي بار هاي بار وينك عندك مدة ما طليتش عام؟ والله هاني لاباس الحمد لله عايشة شوية قراية وخدمة قراية وخدمة هيك هوا على ربي وينهم حق الجماعة؟ قالوا مش يجيو بكري اليوم هم انت ولا جيت؟ يونس تو يجي مع ديس ومين هكا بطبيعته ديما جريتها شنو بتينا عليكم والله بتيتو اخويا قعدنا برشا نستناه وين اش بك انت والله جبنا شويه قليل مقطع اي وين السيد شباب سي يمين كيما تعرفوا كالعاده ديما جاي مخ ديما يكركر ودبو ستوره والله هاد ربي شو دولة تاب ولا نب ربي معناه يا صاحبي كل ليلة كل ليلة البرعات كل ليلة يقلب أقلب كل ليلة يقلب أقلب ربي يهديه وكا ربي يتوب علي يا أخوان شو شنعرف جوكم بيه أنا لبس عليكم سبا ديما ريتا شنو ديما مؤخر يا اول مره بالله تستهنسنا وينكم على الغيب والله وينك انت ديما مؤخر ديما ريتا ديما بريب ومريستو هكا مالو شنو جديد والله كل فول نايم في نوال اللي يخدم يخدم واللي يقرا يقرا وليا شنو يا ليك ما شيره هيا اسمو اسمو الولاد نحبكم تركزوا معايا مليح 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 خاصة انتم نحبكم مرة جديدة صح صح ان شاء الله تبيدي هي جمعة مش تحضر الخبة بتاعي عيني ودايس اي والله يا ضيع خبير مزيان انا قادر احسابك اليوم
ماذا فيه؟ جاوب بيها على الله يفتح انت جاوب بيه على الله فيه والله يصح عليك فيصلح عليك هجمت رأس عادي انت لازم التنس هجمتش كل شيء فيه اللي فيه ماتك شيء ما فيه وشيء ما فيه اسم كل يتو كل ينشد يتخل ما عاد شيء يرجع في مقبل اسم خليك يلزمك تسمعني انت اللي يلزمك تسمعني مرة هدي افرضوا ما زلنا مع بعضنا مش تعيشني انت ايش عليك تعيش روح خلي مش تعيشنا نحن الزوزعة اما والله ما كنتش نستخيلك جعان ولا هبتش اعرفش تخرج من فمك ولا حكاية هذي ما عادش تعاود هجمنا خاطر كان يسمع صار بس نسوي مش بشي عاش بجمع لا برا احكي معي ونسي دبر لك خلصي ولكن تحب نحكي لكم عن هاي هاي الولاد نخليكم تو برجو لي عندي شويه خضيط ومسمين اخضر
أنا مش شبيب كسب شيء بكري يا ربي. تعال مدير ما شاء الله. ما قومتني هي قد يشوف البلاد استناها. ديما نسميها أنا فيكم. كسب جيت على بكري يا مال. والله تقصون. أي والله مش نورمال. تعرف أنا ندوب أني وين نجي. تسخن الدنيا بس. إيه. ليش وين؟ حاليا في بالي ما أحلاها. مش معاك؟ خرجت معي برا وين روح؟ روح خلنا كلها ما نشوفهم. ايه فين كنتم مالا وانا حيكم؟ والله انا هني كنت في الدار هي اللي وعلم وين كانت؟ شو كملت الخدمة؟ ليك حدثي لنا؟ خليني ديما حاضر خليني راقد وتخرج تسهر برشا خويا في الليل شحال من عملك؟ المهم سكر سكر اه ديجان كنا فيها من البارح وتليفونها مسكر ده. زعما وين؟ والله ما نعرف. نشوفها بعد. أنا خليكم الوليد. هو ماشي. نعوضوها نعوضوها. نمشي معاك. نمشي الكل. نمشي الكل. ايش قاعدين نعملوا هذا؟ اي لحظة ناكلوا حاجة. جات فيها ماكلة. اي برا. عسلامة مرحبا بكم تفضلوا مرحبا بيش نسألك انت بنت دايسما اي سلمى هكا اي دايسما عندي قديش نكلم فيها ومحصلتش عليها تعرفي شي مين ليه ما عندي حتى فكرة اش زعمت بالله ما جاتش بحذاك في البريود التالي البريود التالي اي البارح شت بحذاك جاي تليفون هصلحه وخرجت انت ما تعرفش ومشات معلش فما حاجة ليه ما فهم شيء جوست حيرنا عليه خاطر شو سياسة تسكر تليفونك يعطيك الصحة الحمد لله ديس من فوقك لا بني بها بيتها بحدا احلى يا اخي ما تقابلتوش يا ليه قابلنيش ديك تلقى تليفونها بلا شارج ولا حاجه كيما هكا الى حاصل تم تحصل عليها هاي ميرسي بوكو شنو هانت اي هاي شا. كلموا أمها أمها جاي يونس بغنا ومشي لهم كلمي يونس ميلي شوف طيب شوف إن شاء الله يطلع صلح حاجة إن شاء الله أهلا مين نسمع فيك وينك والله يهاني أخوي نزلت ما وصلت حتى شيء أعرضتني أختها اللي جاء حتى هي في بالها بشيء ريمين معاك ليه ليه قال عنده قضية ولا شنو كهو يا اخي مشي اي وقت اش قالت ما في بالها بشيء وعملت روحي زادة ما جبتليش الموضوع قلت لها خارجين ولا شنو يا كهو تلفت لها عصيلو حد ليك شنو نشوفو حل ان شاء الله طلعش صارت لها حال ان شاء الله والله ان شاء الله اوكي تلقاو لهم بعد اي مليك لي موسيقى
صباحين. يا بنت مراد. تفضل. تفضل. شو مراد؟ كيف حالك بيك؟ تفضل. سلام. سلام. بس. شنو هالك؟ الحمد لله. بس عيد. بس الحمد لله. سوا شحال المال؟ هاني قديش مريدك؟ لا كتشوف خدمة بهذي مش عارفين هالوقت حتى باش نتفرج. ايه سيو شنو اسلوب الزياره كان شنو طلبت علينا هذا خاطرتي مفقوده هذا النهار ما فيهاش هذا حد ما يعرف عليها وين كان فيها تليفونها مسكر ارضو كانت لها بالله بس مره قابلتها انت اخر مره اخر مره مشينا لوقت الباب شفت من خاطر خاطر ما تعرف المخطط وكذا كاب ايه وبعدين وصلتها دارها من هذا ذاك متفاهمين مش نقابل نحن والولاية في القهوة كلمناها ما تهزش تليفونها مسكر معناها بعد تعدلت الدار مشي صاحبنا أمين مشي ثبتها ما قايش حتى مشي البوتيك تاع بنت خالتها مشي في الولاية بالله لحظة قولي عندها شي صحاب قراب لها برشا تنجم تمشي لهم ما نعرفش وحايد من عائلتها مضلية معنا فكرة أكثرية أصحاب والأحباب نحن معنا دي ما نأخذ مع بعض نخرج مع بعض أكثرية قعدية نحن حتى كمشيت لدارهم قلت بالك خرجوا فاكونس حاجة كيما هكا في بالهم في بالهم بيت مع صاحبتها وأصلا صاحبتها دي ملاش اللي جا هي تو تزوج معنا ليش عندها تليفون مسكر خويا؟ تو نهار الثالث نهار الثالث تجي تعطيني اسمها وي ليس من عمر اوكي سيونس ما نقوم بالاجراءات اللازمه كيف ما جديد طبعا سي عاشق سي مراد عاشق سلام سامي تنجم تجيني لحظه بردي. شفهم دايس على ثلاثة أيام غايب ريحتها ما فهمناش تليفونها مسكر علاه خي أول مرة تغيب صحيح هي مش أول مرة أما قبل كي تلقاها بجاي مش تغيب دخلنا تعلمنا إذا مش شنو الحكاية ربي يقدر الخير لكن قلبي مش مرتاح على كل حال نقوم نعمل دوش وأنا ألف عليها مرة لك أروح Thank you.
دير؟ تفضل شكون سيد؟ شرطة معك. ان شاء الله خير. جيت باش نسألك شوية سؤالات بخصوص دايسة. آخر مرة ريت فيها دايسن أنت؟ آخر مرة ريت فيها دايسن في القهوة. وحدكم ولا معكم شكون؟ معنا أصحابنا. تنجم تسميني أصحابك؟ يونس وأمين ودايسن وأيمن. لا ما لاحظتش حاجة عليها وأنتم قاعدين. تعرفوا بعضكم في ديسن؟ أنا سنين أصحاب البيت ودي ما نخرج مع بعضنا. أكيد تعرفوا صار بعضكم. حتى كنا عارف شو أقول لك. والله في الوضع ضيع تقولي كل شيء. والله في الوضع اللي نحن فيه ما نعرف حد شيء فيه. والله أنا يعني في الوضع اللي نحن فيه تو لازم تقولي كل شيء. والله في الوضع اللي نحن فيه ما نعرف حد شيء فيه. أوكي كان احتاجنا حاجة تو نكلمك. أوكي. حط لي أحلام تحت المراقبة. كعملت لها حاجة لي. كان خبي حاجة علينا إيه. واحد كيفهم هذا هك قاعد واحد من هم اصحاب اصحابي من تعرفهم انت اصحابي نعرفكم واحد واحد ديما تخرجوا مع بعضكم اي ديما نقعدوا مع بعض دايس عندها اصحاب كلهم تخرجوا ما نعرفش ما اكثر وقت تقعد معانا ايه قل علاقتكم مع بعضكم كيفاش كانت؟ هي علاقتنا كانت باهية ديما نخرجوا مع بعضنا وعاملين جو ومعناها سافا. آخر مرة وانتم قاعدين ما لاحظت حتى شيء في وسط الجروب. لا ما نفكر شيء. آخر مرة قعدنا وقتها يونس جبد على حكاية خطبته هو ودايسن وكاو معناها من بعد ما نعرفش كيفاش أيمن وفرح وجوههم تقلبت حسيتهم مندريش بيهم مشكلة عادي بعد ما سمعوا الأخبار تاع خطبة وعليش وجوههم تقلبت؟ نعرفش عليش وجوههم تقلبت يمكن خاطر أيمن قبل كان في ريلاسيون ودايسن وفرح كانت تحب يونس ولكن كي سمعوا بالأخبار يومش يتخطبوا يمكن هذاك عليش غريماس وجوههم كل تقلبت ويونس في بالو اللي فرح تحبوها ليه ما كانش يعرف وانتي شكون سيادتك وعلاش اسم قضايا الكل شرطة شكون أقرب واحد ليك في الجروب؟ أمين حكم نعيشو مع بعضنا في الجروب علاقة دايسن كيفاش كانت؟ علاقة عادية كيما أي واحد في الجروب
كانتش كيما أي واحدة في الدروب. كيفاش منك؟ سمعت أنكم كنتوا في علاقة مع بعض. كيفاش بدأت العلاقة؟ كيفاش وفات؟ بدأت كيما أي علاقة ما بين زوج، لكن بعد صارت شوية تشنجات، يا أخي كل واحد مشى على روحه. كيفاش بالضبط؟ شنو هما التشنجات؟ حسيتها تبدل، ولات ياسر تتهرب. سألت، حبيت نعرف السبب. إيه؟ يا أخي قلت لي ما نجمش نكمل مع واحد ما عندوش خدمة ولا دار. شيحت لي ريكو قطعت العلاقة بينك وبينها. لا بالعكس ولينا أصحابك. لكن هي تو مخطوبة لصاحبك، كيفاش كانت ردة فعلك سمعت الحكاية؟ الله ما نجم نقول حتى شيء يا ربي. مش صحيح دار الانسان اهم حاجه. وقت اللي يونس قال لكم على الخطبه وجهك تقلب. لا يا عم احمد انا بعد ان شاء الله. لا بالعكس انا مانيش من نوعك اللي يحسد العباد وفرحت لها كيف تكون هنا. معقول بيه كيك ما تنجموش على الراحل. كملنا معك نجم تروح وما كان استحقين لكم كلمك. ما فهمتش علاش جبنا لهني الاخرين حققنا معاهم البر. طيب مش نقول لك علاش جبنا لهني، حبيت نعرف اسم الكلام اللي قالوه البر نفس الكلام مش يقولوا لهني ولا لا؟ على مش نعرفوا نجيبوه الاخرين لهني. أكيد مش نعاود نجيبوه باش نشوفوا الكلام نتاعهم متناقضوا ولا لا. واقف. We'll be right back.
تصور شي الوقت باش تحكي فيه. شو شنحت؟ قداش قعدت تكذب عليه؟ لحظة مفسر. ما عندك ما تفسر لي، كل شيء نعرفه. سمحت والله ندمت على كل شيء عمل. صحيح كذب، أما قلت بالك بالوقت يتصلح كل شيء. سمحت ضميري قاعد يأنب فيه. اسكت. علينا ضمير تحكي عليه، ضمير الحاضر ولا ضمير الغايب؟ الكلمة هذه كل واحد صنفها كيف ما حاب. بعد ما لهفت مني كل شيء وغدرت بيا، بعد ما عطيتك كل شيء، بعد ما خليتني نحلم في حاجات يا محلاهم معاك، نلقى روحي عايش في وسط كذبة. شيء ما عندي تصلح، أما حاجة من داخل تكسرت، حاجة ترجع كما كانت.
شنو انت ومروح الشباب انا محضر في حاجه ناكلوها تو نجيب لك المواعيد
نسمان عندنا من تليفون هذا دخلت الكازو فيها وخا نجيبو حاجه ناكلوها خير. ايه فيق حدوش ويجي شعب بحضة يا مطلوش أروا يا أخي بجيش تهدم اليوم اليوم أحد أخش بيك نسيت نسيت أصلا راسي اللي فيه و... ما أعرفش بيك لما تفكر شيء بس ما تفكر شيء شيء من اللي صار امبارح شيء شيء عليه
الو ايه فلوس حاضرة ولا ليه؟ هي حاضرين اوش بعثك لوكاليزاسيون سواء على القاقلات بيه هيك وصلت لو اسمعني من بالي على يسارك في مازوس كراسي اللي في ديك تحط على واحد منهم وتمشي على روحك وعليش؟ نصور اللي حكيت عليه غديته يجا ما عادش عندي حتى شي مناديب وعليش؟ كان مش شغل في الفيديو بتاعك باهي باهي أنا جيت تعمل لنا شبيك يا بلده حل عينيك
البلاصة هذه ما تفكرك بحد شيء، فكرني بشيء. لا زايد مصر الكل غاطسين في الوسخ، ما فينا حتى واحد نظيف اللي يسرق واللي يخطب واللي ينهب واللي يتعدى على هاكا وعلى فلتان وعلى فلتان. اولهم انت شد عليا فيديو وتاخذ في فلوسي كل خليتني ترفر حما توكلية يزبك تسكر فمك وتسكت اخاف ما عاد عندي حتى شيء فلوسي كل اما برافو سي ايمن طلعت تخدم مليح عملت لي فيلم عسل عسل. ليه مش قلت تسكت وتسكر فمك؟ ما هوش وقت انت عسكيت بتبيعته اول حاكم جاي كل واحد يتحط في البلاصه اللي لازم يكون فيها حاكم. لا الحاكم يعرف من الحكايه لازم مش باش يعرف وش نقطك مفتاح مخلوقتك وزمك تسكت يزمك تسكت يزمك تسكت والخبر يموت معاك كاش نقتلك مين السيد thank you.
تماما. جريمة قتل. عارف أخيك في مصر خد لك تتحدث في مصر غلط قدام ساعات وقوة كانت عارفكنا يسير شغيكم لو كل واحد مشي على روحه ليو فات الحكاية غادي اما ما توصلش باش نقتلها علاش اخي ماشي في بالك فرحان كل ليلة تحط راسي على بخط اتمنى الموت حبيت حبيت نوجعها كيف ما وجعتني أمانة غلطة وغلطة ندم عليها طول عمري أخي أنت مازال عندك عمر ما اشتريش بعد اللي عملته في بالك بالعملة اللي عملتها تو مش عندي عمر كام في الحبس ديجا ما عادش عندي علاش نعيش كل شيء خسرته صحابي حياتي أغلى حاجة كل شيء في الليل والنهار خسرت كل شيء تعرف أغلى حاجات أدفعنا منها حتى فرنك وأرخص حاجات شتيناها برشا فلوس طلعت الفلوس بتشري كل حاجة الرخاص السلام عليكم دولة ستار هذا وقع لي غنينا جسمه معي ضريبي هاي يا بابا قرر راي أكثر حاجة كنت مخاف منها إني نوجع العبيد أخي هي اللي وجعني هادي جديد بكيرنا لنا جهتنا وين في البلاصة اللي شديتوني فيها قم معي Thank you.
حاجة نحبوها نحبوها. انتي طلعت خير مني برش رغم اني طيحتك مكانك. اللي صار لي الكل نستيح الطماع بيتصير موين اطمع وما هذا الكل خدمت مخي ولعبت بخبيث. ان غلطت مع صوص حبوني برش واحد قلبه طيب وواحد ما خليني مستحق شيء لكن ما نجمتش نحافظ عليهم وبدلتهم باللي عنده برشا فلوس وكيما قالوا ناس بكري يا مبدل لحيه بلحيه تشتي قمرتني وخسرت حياتي في جرة وسخ الدم. ما تكونش ارضى باللي كتبه لكم ربي اطماع ما عنده من يوصل